بعمر 60 لا يزال هاني أنور يبدأ يومه مع شروق الشمس ممارساً لرياضته المفضلة التجديف. شيء جميل. بدأ حب هاني للتجديف منذ عام 75 من القرن الماضي، ونال الكثير من الميداليات في بطولات مختلفة حتى أصبح مدرب فريق المنتخب عام 1987. ثم أخذته حياة مهنية كمهندس، ولكن ظل شغوفا بهذه الرياضة المميزة ليرجع لها بعد سنوات من الانقطاع ويعود لبدء يومه بممارستها في نيل مصر. على كل إن القاهرة تنضم إلينا مراسلة صباح العربية ندى حجازي. ندى يسعد صباحك، أهلا بك. عارفين على هاني وشغف 45 عاما من التجديف. منورة يا ندى، هلا. دائما منورة ندى. صباح الخير يا سهام، صباح الخير يا ليث. طبعا أنا النهاردة حاسة كده بنشاط وحيوية مش طبيعية، يعني معايا كابتن هاني أنور. الحقيقة أنا جيت لقيت كابتن هاني أنور قاعد بيتمرن كده وعنده قوة ونشاط وبيعمل استرتشات وكده عشان يجهز للتجديف. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير، ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. عايز اعرف كده الروتين بتاعك من اول اليوم بتعمل ايه؟ انا بصحى الساعة 5 تقريبا، انا باجي النادي هنا بتبقى 6 الا ربع 6 ببتدي التمرين. مرة لحد 8 ونص، بعدين اخد شاور والبس واروح شغلي. ده البرنامج اليومي يعني. بس لازم تبدأ بالتجديف. لازم. طب شغف وحب التجديف ده بدأ من إمتى وإزاي؟ بدأ من 47 سنة. أنا بدأت التجديف سنة 75، كنت لسه في الإعدادية يعني، وقدفت بقالي سنين طويلة يعني. قطعت شوية لأني سافرت، كنت اشتغلت في السعودية ورجعت تاني، كملت تاني زي الأول. قد إيه التجديف ده رياضة مهمة؟ أنا عارف طبعا إن هي محتاجة بقى كتف قوي. أيوه، اسألينا الكابتن، بعد الشغف موجود أو الشغف بعده موجود عنده بعد 40 عام؟ ليس بيسألك هل الشغف لسه عندك بعد 40 سنة؟ لا بقى أكتر. أكيد بيزيد. طب هي رياضة التجديف مش رياضة سهلة، يعني محتاجة كتاف ومحتاجة عضلات وقوة. هو في حاول إيه كده كومن بين الناس بأنه هو الأبر بادي أو النص الفوقاني هو اللي بيشتغل في التأديف، ودي مش حقيقة. 60% من وزن الأدفع على الرجلين. التأديف احنا بنقدف في مركب، الكرسي على احنا قاعدين على كرسي بيتحرك بعجل عشان الحمل بتاع الأدفع بيتحمل أكتر على الرجلين وبين الظهر والإيدين أكتر. فهي بتشغل كل عضلات الجسم، عايزة قوة تحمل عالية قوي، عايزة قوة، عايزة صبر. هي لعبة جميلة يعني. طب هل التجديف بقى على مر السنين بتاعت حياتك ساعدتك انت تحافظ على صحتك ويبقى عندك نظام صحي وروتين مخليك قادر تبقى قوي دايما ونشيط؟ اكيد التجديف غيرني فيزيكالي ومنتالي الحقيقه يعني. فيزيكالي طبعا هو بيعمل جسم هايل، قوه التحمل بتزيد قوي، كارديو، انا بلعب اي لعبه تانية بسهوله، انه جسمي بيبقى ريدي انه يستعمل يلعب اي لعبه. منتالي بقت مفيش حاجه صعبه، تعود ان انا اتحط في ظروف قويه وان انا لازم استحمل واكمل، فغيرت حياتي في الدراسه وفي الشغل وفي الحياه كلها. طب هل عمل ندى على تطوير طرق ربما تكون جديده في التجديف ولا لا؟ ليس بيسالك هل ابتكرت مثلا طريقه جديده للتجديف بقى بما ان انت قديم قوي في الموضوع ولا لا؟ لا، هو صباح الخير يا ليس. صباح النور. التجديف لعبه قديمه قوي من ايام الفراعنه. بس يمكن ضاف عليها تقنيات او طرق جديده. التجديف في مصر هنا اتحاد التجديف
من أوائل الاتحادات اللي اتسجلت في مصر. ليس بيقولك بس أنت أكيد برضو ضفت عليها تقنيات جديدة بما أنت بتمارسها بقالك سنين كتير جدا. هو مش هقول تقنيات جديدة بس هو كل واحد بيبقى عنده تارجت يحاول يحسن في نفسه ويطور في نفسه. أنا الحمد لله في الماسترز وأنا بلعبه بقى بقالي كام سنة من بعد ما كبرت يعني. أنا عندي 61 سنة باي ذا واي. فأنا كسبت بطولة العالم في 2017 كسبت مركز أول في 8 ميكسد. وده يعتبر مش كتير او مش حد في مصر هي كسب بطولة عالم في التأديف. كسبنا في الاندور لكن في المية دي حاجة كويسة يعني. فأنا الحمد لله مستوايا كويس وبجهز نفسي بطولة العالم اللي جاية كمان. شكرا جدا جدا يا كابتن وطبعا بنتمنى لحضرتك المركز الاول مش هيتنازل عن كده. شكرا لوجودك معانا. شكرا سهام. شكرا ليلى. شكرا للكابتن. شكرا لندى طبعا. شكرا ندى.